يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا مها، أقدر أقول إني عشت كل حياتي بتعب وعطاء لا متناهي. كنا بنتين وثلاث أولاد، أنا وأخت لي توأم اسمها منى، وأختي منى على طول ما شاء الله تزوجت بعد الثانوي وما طولت، كونت أسرة جميلة. أنا كنت رافضة الزواج بعد الدراسة، قررت إني أكمل جامعة وأحقق حلمي. أهلي قالوا لي طيب تزوجي وأدرسي، وين المشكلة؟ قلت لا، الزواج تعب ومسؤولية ومستحيل أقدر أوفق بينه وبين الدراسة. مرت حياتي ما بين جامعة ودراسة وضغوطات، خصوصا إنه جامعتي كانت بعيدة شوي عن بيتنا بحكم عيشتنا بمحافظة صغيرة. لكن أخوي الله يجزاه خير كان يوميا ياخذني ويوديني، رغم إني أقدر أروح بباص مع زميلات لي بنفس منطقتنا، لكن رفض وخاف علي. رغم العقبات اللي مريت فيها والمصاعب اللي واجهتني، لكن الحمد لله تخرجت بامتياز من الجامعة وبدأت مرحلة البحث عن وظيفة. كان حلمي إني أشتغل شيء بالتجارة، كنت أحب أجمع فلوسي وحريصة عليها. أهلي وضعهم المادي ولله الحمد متوسط وميسورين الحال، ما قصروا علي بشيء سواء بدراستي أو احتياجاتي الشخصية، بس أنا كان عندي طموح كبير إني أكون شيء كبير بالمستقبل. اقترحت علي واحدة من صديقاتي أفتح روضة خاصة للأطفال، شفت الفكرة ممكن تنجح وتفائلت فيها، خصوصا إنها بتكون شريكتي وما شاء الله عندها خير وتساعدني كثير بالمشروع، وبدأنا دراسة المشروع. طبعا أهلي بعضهم حطمني وبعضهم شجعني، وأكيد عرفت التحطيم من ناحية إخواني، إيش لك بالمشاريع والخسائر ويمكن ما تنجح، خصوصا بمنطقتنا الناس وضعهم المادي على قدهم، ومين اللي مقتدر يدخل أطفاله روضة وبرسوم، وكلام كثير ضايقني. لكن أمي وأبوي ساعدوني وقووا من شخصيتي، وهذا اللي كان الأهم بالنسبة لي. وانتهينا من تجهيز الروضة، كانت جميلة وبسيطة والرسوم جدا مناسب للأهل. حسيت بالبداية المشروع ما بيفيدني وممكن ما أطلع منه بدخل كويس، بس كنت محسن الظن برب العالمين. بدأنا بافتتاح الروضة والبداية كانت صعبة، خصوصا إنه الناس في منطقتنا وضعهم المادي مو هالقد، وكثير منهم يالله يدخلوا عيالهم مدارس حكومية. كان العدد قليل جدا بس مبسوطة منه، وقدرنا أنا وصديقتي ننجح بالرغم من كل الصعاب اللي واجهتنا. واحدة من الأمهات كانت مدخلة بنت ولد لها بالروضة، ومرة مبسوطة بالفكرة، وقالت أخيرا بمنطقتنا في روضة قريبة من بيتي ومرحبة بالفكرة والتطور. اقترحت انه زوجها يدخل معنا شريك، وهو ما شاء الله عليه رجل اعمال معروف. بالبداية ترددنا شوي، بس فكرنا ممكن يكون شيء كويس بالنسبة لنا، خصوصا الروضة بسيطة وعادية، ممكن هو يكون مساهم بتطويرها. وافقنا انا وصديقتي، وخلال سنة تغيرت الروضة المكان احلى واكبر، فيها معلمات واطفال كثير. الحمد لله ما توقعت هالنجاح. خلال سنة وضع اهلي تحسن عن قبل بكثير، واخذت لهم بيت اكبر، أخواني تزوجوا وكونوا أسر جميلة. وصلت لمنتصف الثلاثينات وأنا امرأة مستقلة ماديا، كنت أشوف الزواج مو عائق لي كبنت، بس زن أهلي بهالموضوع بدأ يضايقني، وكثير أختي كلمتني عن أصحاب زوجها بس كانوا اللي مطلق أو متزوج، وكنت رافضة فكرة إني أتزوج بهالشكل. وبعد فترة اثنين من أخواني وضعهم المادي تدهور، سلموا بيوتهم وسكنوا عندنا أنا وأمي وأبوي. البيت كان كبير، كنت أنا الوحيدة اللي قايمة بمصاريف البيت، أي طلب لإخواني يجوني أنا، ويعلم الله على قلبي زي العسل، بس كثرة العطاء علمتهم على الاتكال. واحد منهم ترك وظيفته واعتمد على راتبي، ويا ويلي إذا نصحته، يبدأ يعايرني بمساعدته لي أيام دراستي وكيف تحمل الطريق عشاني بدون لا يطفش. كنت أسكت وأقول عادي أخوي وما فيها شيء، بس بدأ الوضع يزيد عن حده بشكل كبير. زوجته وبناته كل طلباتهم واحتياجاتهم علي، حتى صرت أسمع الطلبات بإذني. زوجة أخوي كانت وسيعة وجه، وأي شيء تبيه أسمعها تقول له. شوف مها ما شاء الله عليها فلوسها ما تخلص، أطلب منها. صرت عايشة بضغط نفسي ومعاناة مع أخواني ما يعلم فيها غير رب العالمين. أمي كانت إنسانة مسالمة لأبعد حد، واحدة من حريم أخواني، بنت أختها كانت ما تقول لهم شيء ولا تكلمهم، تخاف على علاقتها بأختها تخرب، وإذا شكيت لها تقول لي معلش تحملي فترة وإخوانك يتوظفوا. خلاص صرت أسكت وما أقول شيء. أبوي كان له بالظاهر كل تصرفات إخواني ما يدري عنها، لأنه لو درى ما بيعجبه، وهو بطبعه عصبي كانوا يسكتوه إنهم يشتغلوا عن بعد ببيع وشراء الشقق، وهو يصدق ومشت عليه.
صرت أتمنى إني بس أتزوج وأطلع من عند أهلي وأخلص من المسؤولية اللي علي. وفي يوم من الأيام عمتي دقت على أمي وقالت لها في عريس لمها مواصفاته ما تتفوت، رجال والنعم فيه ومن عائلة ميسورة وموظف بالبنك عمره 45 وما سبق له الزواج، عايش مع أمه لأنه وحيدة وما عنده غير 4 أخوات بنات. أمي كلمتني وانبسطت وقالت لي شرطه إنه بيكون مع أمه بنفس بيتها. سألت أمي ليش هو تأخر بالزواج للحين، قالت لي هو اللي كان يصرف على أمه وخواته وزوج كل أخواته وسترهم، وكل ما كان يتقدم لوحدة ترفضه لأنها ما تبي تسكن مع أمه. صراحة كبر بعيني، حسيت إنسان يشبهني بتحمله للمسؤولية. أمي قالت لي إيش رأيك، قلت لها خليني أستخير والحمد لله حسيت براحة كبيرة بعد ما استخرت. سبحان الله رغم إني ما أعرف ولا شفت صورته ولا سألت عن اسمه حتى. عمتي ردت على الناس وقالت لهم موافقين يجي العريس واتصلوا على أمي وأعطتهم موعد، بس المصيبة اللي صارت أخواني اللي ساكنين معنا رفضوا بدون أسباب واضحة وطلعوا بالرجال كل عيوب الدنيا بحجة إني بسكن مع أمي ويدورون راحتي وما يبوني أتعذب مع مرة كبيرة. كان كلامهم ومبرراتهم غير مقنعة، لكن أنا بهاليوم انفجرت لأول مرة، لأول مرة أتكلم كلام خارج إرادتي وكلام مو بشخصيتي كمها. قلت لهم الرجال بيجي وبوافق عليه وبتزوجه وبشوف حياتي، خلاص يكفي انتوا قاعدين بدون دوام وتنتظروا راتبي آخر الشهر، أنا طفشت منكم. طبعا هاوشوني على كلامي وانتي ما تستحين وناكر الجميل وكل شي سويناه عشانك ما فات. أبوي ما كان يدري عن هذا كله، أمي كانت ساكتة وزعلانة مني، بس خلاص هذا من أبسط حقوقي، هم أخواني وأحبهم ومستحيل أردهم، لو بغوا مني شي بس مو من حقهم يمنعوني إذا ربي كتب لي النصيب بالزواج. سبحان الله وقتها كل شي تيسر وتسهل معي، جاء العريس مع أمه وأخته الكبيرة كانت بعمري تقريبا، كانوا ناس بسيطين وطيبين حبيتهم من أول جلسة. تمت الشوفة الشرعية وبعدها تمت الملكة والزواج، كان أسعد يوم بحياتي، ما توقعت ربي بيعوضني بإنسان مثل سالم، كان طيب وخلوق وتفكير راقي، الحمد لله رب العالمين إذا أعطى أدهش عبده. كان يقول لي من أول أسمع أمي وخواتي يتكلموا عنك لأن عمتك صديقة أمي، شلون كنت إنسانة مكافحة ودرستي وكونتي نفسك. أنا أحب هالأشخاص الناجحين اللي عندهم هدف، من وقت ما أمي قالت لي عنك حبيتك من الكلام، بصراحة أنا كنت محتاجة شخص يحفزني ويشجعني ويثني على كل شيء تعبت عشانه. أمي وأبوي أكيد ما قصروا، افتخروا فيني وصديقاتي بكل مجلس يمدحوني، بس وجود الرجل بحياة البنت غير، البنت تحتاج شخص يحتويها ويحسسها بقيمتها. أول ما تزوجت واستقلت كنت ساكنة بعيد عن أهلي، انشغلت بدوامي وبالروضة وببيتي، طبعا صرت نادر أزور أهلي، والغريب إني لقيت أخواني الاثنين قالبين علي إذا رحت عند أمي حتى سلام ما يسلموا، إذا كنت فيه يطلع من البيت، علاقتي فيهم توترت وكل ما حاولت أبادر ألقى الصد. أنا ما سويت شي ولا ضايقتهم، كان حاز علي تصرفهم، بس الحمد لله الله يصلح الحال. كتبت قصتي هذه بس عشان تدعون لي إنه ربي يرزقني الذرية الصالحة ويهدي إخواني ويحنن قلوبهم علي، أدري ما في أطيب منهم بس الدنيا تقسي والفلوس تغير، الله يبعد عنهم الشيطان وأفكاره ويرجعون إخواني اللي أعرفهم. بس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.